محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الأحقاف، سورة الأحقاف بالي رهداء سورة لو بحيان ونعم دونتا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ما عكس بك هالشيء. سورتنا وسورة مكية أول ما أنت آيات كفص عرارة إن مكيهم بقول كراجها علماء بدن كود علماء غاركون ويكال ترتيب شيء دور آيات بكسر الرابع حاميم مركو حيابه سورة مكية أبنى جرى بكال دونتا. بسم الله المقع عيسان كب الله يا الله الرحمن حريص بدن متكو سفيسانها الله الرحيم نحريص بدن متكو سفيسانها نحريست الرحمن وحنري أو فعل يرهدو فنحريست إله سبحانه وتعالى خلائق دي صور دن وكوكوش مليون وقودة قارتون وقال يا مسلم يا حيوانات وعكس قارتون الرحيم منا نحريست بدن من كوسي فيسن وي وحول نحريست سنة خاص قلت هاي مسلمين تاي في الدنيا والآخرة لابد من روحها لهذا وصفتان مشبهتان بالي لهذا. والرحمة أصل كل رحمه وحوي وفعل متعدي أول مفعول في استفق هذا لكن صفة مشبهة لقمت على رين كارو فعل متعدي أول سيدت على الرحمة الرحمة اللي بدل يا الرحمة اللي رحمة إن حريص بدن يو هذا واي اللي في هذا وان حريستها هذا معها من حريص بدن وي عز وجل وي برك من حريص بغل برك من عين الرح هو مرك اللي يري فالرحمن الرحيم الختم دول صفة مشبهة دال مغشدو مرك هو رئيس دول متعدي هيو لازم بقى لك لقيا فعلا لك لقيان وتغنن كل إلى لازم تهو قال لي الرحمن إن حريص بدا كس فيسنا وي وخلائق دون كالقارتي الرحيم إن حريص بدا كس فيسنا وضدك المؤمنين تخاص تكوهي في الدنيا والآخرة آمين لبضع حرف حا يمين تاسي إلهي با مراد وكل أبوي الله أعلم بمراده ناوي إلهي مراد من كلمة داس حامين به الله أعلم بمرادها واي تنزيل الكتاب كتاب كاني سودجي تيسو من الله اللي حقي سيك أهاتي اللي هي العزيز غالب كأها يعلق أتكاني وي أتكسس سوق غالب أهوي اللي هي الحكيم حكمة ربنا الشيء كستنا ماشي لو قلت لك قاعد يقوي او فلس عز وجل وي قول كيس فعل كيس بقى رب عز وجل حكيم وي من حكمة صحيح مركز تنزيل كتابي لبا اعرابي غادا كرتاه معنه بس بدل لبا اعراب اللي لا تنزيل تاسي ومبتدا وي سهر قصه فين وي تنزيل الكتاب كتاب كي سقاها سو ديجيتال كيسو كائن مثل هذا وي من الله الله حق عيسى أيوه كأهالي سبحانه وتعالى ساسو قد من الرعاية أنت تعرف السيف من غير عيسى أم إلا يرى هذا مثل كان تنزيل الكتاب أو تنزيل مكة كان فعيل بمكان هو مصدر ومصدر بمعنى مفعول يروي مصدر لنزل ينزل تنزيلا وي هو أكد صرف يكون له سيفين وإن بضم بعض أكد دونتان وي وفعل اجعل له التفعيل حيث قال كده وي وهدول لام تسكجر هني يا لام او معتله دو سن قبينه تفعيل وفعل اجعل له التفعيل حيث قال من لام اعتله ومرك دي لام تكجر هنا وتفعيلة تربية ربا تربية زكاة تزكية لبا تلبية مليضة وإلا كلم تكليما ونزل تنزيلا مرك حير أذان ومصدر وبمعنى مفعول هوي كد من الإضافة الموصوف إلى الصفة وي هذا كان تنزيل الكتاب كتاب كي لسودجي وي من الله اللي حق يسلق السودجي اللي هي العزيز الحكيم وي الكاسري علم كتاب كان قرآن إلا حنا انت بدن حروفها كان هدول لغو بالله وذا السورة ده هو انت بدن قرآن كو إن كهذا الشهواي يحكو تعلق قرآن يحكو تعلق وي الله اسمك حق يسا يقرأ كان كسود دقي والحج الحجني
الحوق يود ولي هو كتاب قاسي قال لي العزيز غالب كهول هل حكيم هدانا حكمة بناول هو شيء كسر ماشي لو قلت لك قال دقوي قول كيس فعل كيس عز وجل وحل الله ربي سميه اما اوكو هلبا ماشي لو قلت لك قال صح ده بيت الله اول الى عز وجل ساو حن في هذا انا اوكو قال له يا ابوي فرق حين علمه انت سي وعزيز لماذا الحكمه لماذا سر قص في سي هنا قرانك الكريم كهذا وحيا قير كوتاب الله هو ده اول هو لبدا صفه ربي سكو سفيه لبدا صفه قران كريم كهو تاوي وقران حكمه وصاحبه هو قران حكمه الصاحب هو وقران كان كريم كاهي آيات قرآنه ما جرت إلا ماشي لو قلت لك قلبي دعدي وي وحلا لو حيكو أمرته وأمر كاس وأمر كا وحكفي عن مجران وي وحيكار ريبته وحكو عن مجران كف قوي وحلا لو حيكو فرته وحيكار ريبته ماشي لو قلت لك قلبي دعدي وي حكمه صاحب عزيز نوام حي وغالبه كتاب كان كريم كاهو أحد وحويا كقال نغري ما جرت وي أو وحلا لو حي باطلة وإنه لكتاب عزيز ما نعم أنت في سورة فصلت وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم من حميد ما نعم أنت إن شاء الله تعالى من الكتاب كان عزيز وهي عزيز وهي يعني. سيادة إهانة ما أقبله قف الله لقفك عزيز نمدي ساس كل رغمانة إلهي بأسنا عزيز كبلي قوي وشيء العبادة هو ما انت ادون كان دتك عزيز سني ودتك اهل القران كاهو من غرفه دنا من القران كسي عمل فولو عزيز نما اخر من الدنيا اي اسكو درسنا يا هو بركه كتاب مبارك اهو بركه يسوي سي كتاب كل شفاء يا هو وكتاب حويان اللي يكون كان ابو من لدن حكيم عليم اي فصلت هو كتاب حكيمه اياته من لدن حكيم خبير تسويه ما خلقنا ما انا ابو رب رب السماوات السماوات كي ما انا ابو رب يو الارض الذي ما انا ابو رب يو ما كي بينهما دحل كسغنا ذبا ما انا ابو رب الا بالحق ابو رب حق كسغن ما هي ابو رب دود ابو رب حق اهو دين رب سبحانه وتعالى ام تاغن وي ومعنيد هو محي رب السماوات كان بو ابو رب ارلد تن بو ابو رب كدبنا مخلوقات كسوما بينهما ابو روي ورب لي هيو وقت حد ذنب الله هوي اي واجل مسمى بقدر مركه روي مركه ابو رتان كاس ربو ابو ريو معنى هذا وحوي حكمت با كدن بي سوى حكمت الغوشان وهو حكون كان كل ابو روي بني ادم واديق لغو ابو روي لغو سمايوي ملائكه تاس الهي ابو روي ابو رجوني يحربوا تلقى اي فلول ياوي جني قال ربي ابو روي حكمت بو ابو روي مخلوقات كاي حيوانات كاسي حكمت بو اله ابو روي كل يقول ادوك مثل الجو وحوي يا ربي سبحانه وتعالى بأطيعهم واي الا ذاتك غار كمذا هي جني هو فقلين كما هي اهي وانا ما دونت الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب تسبح له من في السماوات ومن في الأرض تسبح له السماوات السبع تسبح له من في إيه؟ تسبح له من في السماوات ومن في الأرض إيه؟ أو تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه النووي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض إله عز وجل مركب كون كان مركب أبو ريو ورد أبو ريو حوي إن تدخلوا امتحان ويو ليبلوكم أيكم أحسن وي كذبنا اللي يراهدو الدون كان استقاهي مردو حوي وباب إطونا وي وخلق الله السماوات والأرض ولتجزى كل نفس بما كسبت ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى السماوات كان رضا يضاهي إسكما تاقنا وي أكمد أتاقيه وي ساسوي قال انت ربي اوغو ترقى لا جشد دماتنا في كلا الاسكول الجري قيامي هو فرق وما بينهما وما خلقنا السماوات السماوات كما انا ابور هي والارض الذي ما انا ابور يوما كي بينهما نحن نكسر نادبه الا بالحق اي الا خلقا تفسير هذا في عمرك ابورد ما ابورد صوب بالحق حق السجوي اما ملتبسا بالحق
عاد ويعمل حق الله ويأمر الكعبة وما خلقنا السماوات والأرض بينهما يا وما إلا إلى علماء غاركون فاعلك والله إيه فبالحق قاس لقح عليك روي أنه حق الله مكا أبورنا حق بان كو أبور روي حق بان كو ده نوي لكن ساسا دي أكود نوي إلا إذا خلقا إلا خلقا قول إذا مركا صفة هو مصر كاس لي صفة نغني ساوي يقعروا ما خلقناهما إلا بالحق وين ويو أجل أجل بان كو أبورني أجل أجل شاشو مسمى لما قعابي مقعاب حلقه وضاي وقت حدد هو ولا علماء القاركود وحب قدرين هي وتقدير اجل اجل هي وقت يعني قويمت من لوجو يضا اهوي سنوات كان رادو يحب لحظه الاهبه وقت بان لوجو يو وقت قصر مسمى لما قعابي هيدو من حركه ساسي هي بان وابوه نواي والذين كوي كفروا قالوا بيو معرضون كوي كجي سنوي عما انذروا ديجيتان كي لو ديجينا وأكو كجيسان أيام واي وكجيسان أيام واي مركا أما أنذر عمالة تاني إلا إلى مصدرية كوذي ناوي موصولة تفسير كاللغة الصومالية وكتب أن تهوي مركا لأكساسا كوذي ناد والذين كوي كفروا قالوا بيو معرضون مركا أما أنذر ذاتان أي عن إنذارهم وي ديجيتان كي لو ديجي وما لنتا قيامها اللو ديجي وصنوات إرادة بسبب الله أبو روي مشهد هو ان دخل الصبح الصبحين دونه وربك الحسابين دونه ما انت صيد اهي وربك تلقى لي وحوي ان اذرناكم عذابا قريبا عذاب دوي ومن اخرين الدنيا اهي قال له قدك يا ول بقيتان قال له قدك يا اهي وحق ما ليس ان الله اللي بوي اهي واحنا لها الله يبقى مرك ما هو والذين كفروا قالوا بيوت عما انذروا اي عن انذارهم وي دقتان كي لو دقي هو جهنم لو قدقي او قيام لو قدقي واخر الدين بعقوبه لو قدقي دقتان كاسي معرضون كو كجي سنه وي ودق بدل اصلي ما يهوي وحاست هي سوداء مركب وبلي قل وحاست ترى رسولك صلى الله عليه وسلم ارايتم بل ايقا والرمى ارايتم ما كي تدعون ادبر يسان ام ادعابون يسان من دون الله لا سكدي اسمك بر يسان مع عبد يسان بل يجا ورم اروني اتصي ماذا محيب خلق ماذا محيب خلق ابو ران كو ايغاه من الارض ان لا حق بل وحي كابو ران بل هل يتصيوي ام امس اللهم الهم هو حق سوقنا ده كده شرك شركت اي وداي وداكسي اي اله لو وداغا وي وداكسي اله لو وداغا يا ما سوقنا ده وي وداكسي غاسو في السماوات دحدها هذا اما في السماوات السماوات الى وذاك هي وشركه قلت على الجو ولا سيفك قلت على الغيوي اهي ايتوني بكتاب مركه ما عشان سكيلان ماشي الطريقه اهي الهي يكون كان ابو روح ليه هي قد ماشي تو حوي تدعون اهداد على كثير لبط تفسير بقاطه برينا وي قاطه عبادنا وي قاطه من الله لما ماشي تكون عرفتي هذا اللي هي القرينه ودي ده المعناه لبط المعنى كميده هذا اللي هي وحو دي ذكرى وقرينا اي ماشي يا الله وحويان الله بدي وكب على يكون وكسع سير يساوي هو حين الدليل تايو بريض النفط الكيد وإن عبادة تايو الدعاء هو العبادة سي النبي عز وجل صلى الله عليه وسلم عبد الله عز وجل وحليه هي ادعوني استجيب لكم انا بريض وانا اجيبي ان الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي مثلا ما عن عبادتي وي من دعاء نفت الكيد عبادة وي إن بدنا مرح السوق هذا نيو عبادة ولا بقى يبغى دعاء ولا بقى يبغى وي دعاء العبادة هي دعاء مسألة لنا لأنه هو متى فعل كات صوم كاي صلاة كاي حاصل من إنسان هذا الكلمة كأفكار شنو والدعاء مسألة وي وحي فعل هذا أسمى يسوي عبادة هل هو أمرنا والدعاء عبادة لله هذا ودعاء عبادة ودعاء عبادة هذه ما أنت دفت الصوم أنت وهل الكلمة هذا الشيء صوم كاسي وحق الصوم انت هيو إلهي عز وجل إنه تغوق قصيه إلهي إنه جنادي سكو قيه عذاب كيس كاقف فقيه مركب حكاية دي انت هيو أديغو إلهي بري إلهي ربي يو تغوانا دنو أرزاق ربي يو فمان تاد إقف حمان حمان إقف فقي ربي يو معاسد إقف فقي ربي يو ضعضا إقوه إقوه نوني ربي جنة فردوسي إقي ربي جهنم إقف فقي أديغو إلهي كده انت أفتح حتى كما هالليانا كما صوم انت هاتي بس فعل هاوي أفكر مركز كتير أهلنا
الدعاء مسألة وهي والله هذا شرع وأفضل كل شيء التوية مركو حين العلوم كلمة ذا اللي لا تدعونا ما الله لم يشهد كو أرتدو هدان قرينا كل اللي هيلونه الله بدي بيقول نقول إيسا مركو قل وحتى رأيتم بل إيقا ورم كلمة ذا رأيتم اللي إله ذا إيقا ورم أخبروني بي عنه بيقان تاوي لما مفعول بين قاضي تاوي إسكجريا أرونينا أرادونا هذا وحي قاضي ساهي لما مفعول به قاضي نيسان نفتر كيد وإذن نفتر مفعول بها تاوي آهي مركو حيلا هذين فلمضوا قل أرأيتم بل إيقا ورم كوينا قل وحكوت النبي محمد عليه الصلاة والسلام كوا كفار تاهي أرون ما إيقا ورم ما كي إيقا ورم تدعونه هو مركو هو مركو غر مركو متك أدبر يسان أما عابد يسان من دون الله سكري نحال وكاسه هذه بل إيقا ورم كد أرونا أو صنغوا مفعول كل هذه ماذا خلقوا ماذا محيي خلقوا يا أبو روي بل إيه الرب وحي أبو رعي الشيغوي من الأرض أرلاظة تنأت جوكتان بل وحي كلي هنا كو أبو رين بل إيه الشيغ رب اللي عز وجل وهاي آهي وهذا كر في لسان السماوات كنا هذا حوية ما بديه كرتان لكن بل أرلاظة تنأت جوكتان بل إيه فيري بل بورها كان فيري بل قيدها كان فيري بل مخلوقات كان فرعها كبر فيري بل أدنكو إسفيري وحربها آتي يا وحرب كسك العبد يسان أما هفي عنا هذان أو ملائكة هذان أما أنبياء هذان أما أولياء كلها هذان صالحين كلها هذان ها هذا روح كلا أصنام كلها هذان وكمد في يعني مد حضورها نقضي بل الكون كان إساقه دخصبها آتي وعي كلهن أبو رين ماركتين يا مدعون مدعون كان هذا هيسان هذه مركز كورها فيرين هوس في هذا الشيخ عبد القادر او الشيخ معان فارح او الشيخ اويس او الشيخ يوسف او الشيخ حسين او الشيخ فلان او كل سو كل شيوخ نبويه بل هل نافو اري هيكون كان كابورا مشاغ اهي هل قيدو يريس او هذا او هل علينا او عقاري ابورا كيرويه ما هيساوي مركيني من كيني كرتاوي اهي مركي الى يكون كان ابو ريو الله هسه مركه عباده مضن واي ام لهم شرك في السماء مركه اللي اروني اللي علماء لو تفسير مركه ماشي قليل لا اروني اذا تنو وحوي باب التاكيد وي واروني بل اي والرمى اروني بل اتوسي واروني اتوسي كذب اللي هذا ماذا تنو مفعول كل ما رايتم وي علماء غاركو حلم ما اروني نفتي كذا باب التنازع بان كدغي نابا وحنا لنهايو بل أرأيتم بل إيه والرمى قل وحاتي يا نبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم بل إيه والرمى ما كي إيه والرمى تدعون أدبر يسان ما العابد يسان من دنيا لست قد حاله هذه أروني مكفر إيه والرمى ماذا خلقوا أروني اتصي ماذا خلقوا وحنا هو التنازع الله وضع مفعول كله وضع بحنايين بي كم بيسكوها يستانون أرخاك عليهم أروني إذا العمل السمي لسين الأمر أرأيتم تاسنا كيدي وإحنا كم بلغ فهمية وأقول أرأيتم ما تدعون من أروني الله ماذا خلقوا أروني التسية ماذا خلقوا من عرض ويا أما اللي أروني لا سوء والجملة معترضة هو هي لكن بلا بالتأكيد رب عز وجل ما يشكو كان واي ماذا خلقوا مركب ماذا تاني لا بالتفسير باك حب هذا مركب إلا إلى هذا ماذا أوض الصعود تاهي أيا وحالي ومفعول مقدمة واي اسكجر يا ماذا وسعطاه ومفعول مقدم وي في محل نصب مفعول مقدم خلقوه بس اكو عارف اللي يسوي ماذا محي خلقوا ابورين من الارض الذي حقي اذا محي كابورين او خلقوا له قطع لوجيو طاف صغار الكوسي في عنان بدون لو انا شيء نحو صغوي ام امثل لهم الهم وي مرك الله حقي اذا محي كابورين ام لهم ام امثل لهم الهم كنت هذا كل قل تاسي مركب في حيز قلب له يكون كسوي ام امثل لهم الهم وي ام تاني ومدي راي وقت انتقالي الى حر جيران هو حويا بل الى معناتين اذن اي همزه وسعتوي وهذا الكهور قال لقى صور الجن متك وتوسي عندنا ام بل هذا الكبر كتكتي وماذا خلقوا من ارض تيها كتكتي وحد كنت الى هذا لهم الهم وحا اسقنا هذا كوى عبيسان شرك شركة ما قصوا ناتوي في السماوات السماوات الحديثة مياه شركة قصوا ناتيو
ما إلهي بشريك ليه هو شر ليه هو فالويدية بالويدية وي وحكى يا إذن فرمرك يحيى إيه شيء إيتوني بل إيه كان إلى إماده وي إيتوني إلى إماده إيه إماده وي بكتاب كتاب إلى إماده كتاب كاسو من قبل هذا مثل القرآن كور هذا وي مثل أورتيز كتاب هذا إيه بل إيه كان وي كتاب كاسو من قبل هذا حتى وحي كور كتبتي سودك جرتي قول لي يقيني بل هالكتاب او حكن شاذي كان ويا ما هيسان مرة كيري كرتاوي هذا من اللي فيسان حد اذا ودي ما يسوي لكتاب كان وان وطو حق عهي هم بواجب كتر الرعداوي من هذا المكان اللي فتعني كيري الميزان بل كتاب ميت كان كهري كان او حد شاذي سان يكون قريه هو ما هيسان أو أثارة أو ائتوني أما إلى إمارة أثارة بأثارة بل هاد أما بقية هراء إلى إمارة هراء أسوأ من علم علم أهوائي ما يشان لبد دليل مد إيه كان لبد دليل مد إيه كان دليل المسطور وي دليل القرآن أو كتابه أما دليل المأثور وي مد حتى ورقه أو دكتور إسكسرنا مغليات أو أمريه يكون رأيه إسكسر عنا سو شاك شاك سو شاك شاك حكمتي لقد دخلت او ادي كان ساين كو سو غارتي اه نو شي بل كان وي ما هي سان واي ما هي سان واي ما هي سان واي هلي ما هي سان واي اي مر هذه ساسه مركه واحد كو سوتان باب دلوي ان كنت ما داتين صادقين كو رو شيغي او وحن عابدي سان اي صحتاي فاتوني بكتاب من قبل هذا وثارة من علم وان كنت تاسيد توبتي واقو انت هوي صوت انتو وحوي وحلى يراهدو انتو وحوي وشرطيوي شرطية دي نقطنا وحيو باهن تهي فعل الشرط إيه جواب الشرط وحيو باهن تهي واي ساس وايا ريه أركب حردين طيب أو أثارة من علم إن كنتم صادقين لكن ما يشتا في رياح وعرف إلهي كن محاذي دي إله عز وجل خير كي وناك وعنوني وحيا بأسك بسيط في نظرك والله الله رحمت أنا وكلام مقف با إذو فكرة وأني ما هو وعلم الشيء با إله سبحانه وتعالى سكوانوني فالما أنت إذتك كان ما أنت الصومالي ذا أهي الشركيات كل أحد عياه أهي قرآن كريم كان بركي أيام كل ربوح لي هاي كلمة دار أبو رتان كان قبل أبي هذا وحا وي وحا كفعنا هذا وحا وي القران الكريم كاهمر انت لو قصته طال قصته اروريه والحرت التيريه وحنا سو كوبي كان مبعث تبوي ايات القران كاغوها الرئيسه في هذا القران الكريم كاي والكل يصبر فير شوي ايات ابو هريره امر كقصه على روحه وي يا ايها الناس اعبدوا ربكم قران صمر يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي هي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم واي اذن كان سجد اللي اذن ابو ري يروح يقول كهري اللي ابو ري الله اسكلي يسعبد وي الله ابو وي الا الاحد كعباده المضاني وهم ابو رتاك كل يوم كل قران كثير فيها أيشركون ما لا يخلق ما حويا ما إله إلا وذا جنيان وحان هبيرا تحبور كرون واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا إلى حول عز وجل بل ما أنت وحكيني كراهي تتك كوا اللي عابدني عابدان ما حيتاوي ما حي كون كان كليهم وي بشاقة وي أهي نفسد نفع أم هيا ضر أم هيا وي كو موت ما هيا نرال ما هيا مدن بين الصبحنا ما هيا أرزاق ما هيا وي الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم
هل من شركائكم يفعل من ذلك من شيء؟ في القرآن الكريم قال أفمن يخلق كمن لا يخلق. مركه رب عز وجل سورة محوها سورة النمل إله مع الله حكوا رئيسه، وقل الحمد لله الذي لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. كذب إيه التحذير يا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء إيه؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا البرهان كنتم صادقين. قال انت الشيخ واحد قسم عيون السماوات كان بأبو عبد القادر عبد القادر الشيخ يوسف فلان ده ما امبين حتى ابو ركره. قال ما لعبت ابو ركرتوي هذين ما لعبت صوتك تقسيم ابو ركرتوي هاي كل وحلل وحل عبد يعني أم النبي ها هذا أم ملك ها هذا أم ولي ها هذا. قال ربيحوا له وعبور كلام شيخ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يعني مثل بحر بإيدي سمينية ده جاي يستوي إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أنبياء من عليهم الصلاة والسلام دي ستقا أو سيد الأول والآخر صلى الله عليه وسلم دي ستقا هذا يكون صبيران ملائكته لن يكون صبيران إلا في الله تقسيم أبو الكرام تقسيم أبو الكرام أساس هو أنا قاعد أحب إسكال أبو الأول أنا قاعد إسكال أبو الأول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. حمحكوري هاي تقول خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم إيه؟ وأنزل من السماء وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هو ما خلق إلهي هو كوكب فكوا ربي قصة كيف أبو ركرا شيء أبو ركرا وتوسي ربي أبو ربي كوكب كل يوم الكوحة غريبة أحد مركو أسقو الجوغيو أسقى بالله أبو ريوي واتخذوا من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون وهم يخلقون هي بالله أبو ري الدون كان مركو الجوغيو أحد أسقى النفس الديسة لا يملك النفس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ما مركو أنت كسي في عناني يا وليد مركو أنت كسي في عناني واحد ولا يا أبو مركو إله الأمة هذه أبو حليب التصفية ونوع ما ضنطا آيات اللي يريها هذول الشرك يريد أجرته قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنا توصية كون أرشيقتها بكسر كيا يا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فالكون كواحد كله يهينه شاقوي شاقوي ما هي سال مين قرتان وي ارك الله كبقوي افمن يخلق يا كمن لا يخلق وي ارك ربي يقول ما حد ارساس تايو قل الله كبقوي الله كبقوي ارك وحال لا يابي عربتي قران كان كو سو دغاي وي اوغاي هدو لا اله الا الله يراهداي ان ارك اس بدل يو اوغاي وي اوغاي وي ارك سال ايو انت تاني قوات عندك يا ابو رد ولا انسان تمر خلق السماوات والارض يقولون وليس من خلقهم اي لا يقول الا الله بلي يا كوور الله بلي بس لا اله الا قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر يا اسكرا تصرف قاس سيقولون هي سيقول الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق
فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. مكو هذه مكة لو يديه أساس بلي أساس بلي سيقول الله حيث فردك رفاها سورة المؤمنون. ها قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع، قل من رب السماوات، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه تعلمون سيقول لله قل فأنا تسحرون. توقي ما انت وحى غريبه لمن كاس حتى عتق السنه يحل لبكو لعيو الى يكون كابورتي انا احد اهل صحبه بالي كريم هاي اساس بهاي. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر كافريا فلما نجاهم البر مركز إيه اذا مش يكون يا ما الله يا مركي انت قدام انت لا جوجو ما لها خطرت اهي الى الله عري كوان ما تنم نجوجاهو حين خطرت بي شيء شيء عربيه سبحان الله يا ما الله اكبر. هذا كهر با الشيخ برنتي الله ونحريس انا وما اركن تدخل هذه جرى الشيخ محمود بلغم رب هذه جرى الشيخ مركه مربو مرك جاه وكهل جاه ان ويد سكره ان اوليدي ام النبي عليه الصلاه والسلام مركه سوى لك هتقاب وهل لي مركاسي صح ما هن سوت علوم الى الشرك ما يسجل سي كلمه جاه لي لا وقف كان جاه يسو هدي ادو لك اعتقاد اعتقادك ولا يابا لكن ان دمي اتكو قشي لا تعلم حي جارسيين جاه فلان ما قف عمرك الصالح قف ولو مالين يا شيء بدعه ان التهيؤ وهو واحد دين اسلام كايسن قابل اي تهواي حتى نبينا عليه الصلاه والسلام بان راح يقول لي انه خاص كقدر بجاه نبينا عليه الصلاه والسلام الى هو لكن علماء ذاك قبسين علماء على حلامي حلامي تعرف تركيا سوت هي لو كان خيرا لسبقونا اليه هو هذه تصبنان تهيو صحابه النبي عليه الصلاه والسلام بان الارك له هو هل كتاب حديث عقوبه كتبت الحديث كاهي اهل الحديث كان صأروري وهي صأروا للنبي عليه الصلاه والسلام اغواشيس وهي صأروا لصحابه النبي عليه الصلاه والسلام اغواشود افعال شود تقريرات كود سيدي النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام تتكي سدح ذي قرني يا علماء دي واوين حوي الهي كرامي الى سدح ذي قرني ابو امان عليه الصلاه والسلام كما امانه الهي بقى اقول تلقى الهي انه كسر صاره الى قيام الساعه وركض اقر هذا اساس اللي يقول الدين تكون عبدي عز وجل وي مركوام حي بل مالين مالمها كميد الشاقه وحد الكاكوها حتى بجاه النبي عليه الصلاه والسلام وي صحابه النبي عليه الصلاه والسلام بذكر شيء لا الاهلي ما طلع يدويه اما مدى الشركيات كان كلاهي وغريب انه بلايات ثاني وحد دليل له هذا مر كان هذا يش عبد القادر الله اقون هذا ما له كنت ما يدور خير بلغه شاقي الى انه حكى بجنه فردزنا كورامي لما تنوقي لكن بل فيري وحال له بابا وحال له بابا ابو بكر رضي الله عنه صوم في الجنه عمره في الجنه عثمان في الجنة علواء في الجنة عشر المرسلين في الجنة رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مغلي ما يسني كل آية أبو بكر صديقه وشاو أبو بكر أبو بكر يكركر أركبيس إمام الشافعي وأنت خير فأرتنك أئمة الرسول وقرأوي وأنت خير كل الرجال الجنة في الدوز العلا محايا إمام الشافعي مثل الأدوية حتى كم الشهور تكون قرأت له وياه وعلماء المسلمين سكوا فقيره إمام النمدي سجان النمدي سكوا فقيره وياه رحمه الله رحمة واسعة حضرت نال أم بطن أسوع داود كاسو كله يا أيو إلهي تلفون أدر الصدى تلفون أدر الصدى حتى ما الماه أنت اللي اسكع اللي وذا اللي اسكع اللي قال لهم أقول عياب ارمي لهم التلفون أدر الصدى عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أرب لي قريب أرب لي كله يا صلى يا هو أقرب إليك من حبل وريدك شيء مرحبك أنه يا صلى الله عليه وسلم مرحبك أبوها من التلال ما يشاوي هل هو حيوي مركا احد ك من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اسال ما اول فالاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام تلقاني ايات القران الكريم كل فرشه انبياء الهي ما جرى كو دعايسا دير اسكما قادي كريم يا فقري با كو دعاي اسكما قادي كريم الم الان با كو دعايسا اسكما قادي قال يا رب وايوب ان نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين
أرحم الراحمين، قرب لي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر بارب لي. فالنبي الله يونس وكل دعي ملايك دعيز على شيزي مو اسم البادي، اسم البادي كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كسر فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا رب الله وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الشيخ عبد الوهاب رحمه الله هذا عجيب لو الموقف مركز قصة وكهل لي أن خيبر مركز لفرني أبين كاس النبي عليه الصلاة والسلام عجري لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فينا، هو يحب فينا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله أصغر إلى رسولك سجع صلى الله عليه وسلم بار رايد برسي دورة هو قصوى دير الله تقنى علي بوسي لكن علي انت أنا لسيني ماشي ولا قوي سبع الله سي ولا واي أصغر قولوا يجي كلو حتى وحوية كل شو تاك تاك عمر كمير رضا عنه تاك أسوى ماشي كوي أو علي علي أو علي كسا علي واحد نصيح اللي بدافع ورعي اللي بكل قاد لي وانقطع قندا حتى ولا لا بد نعمل قصة قاعد كل سوكيري كان سنة وكنت في صلى الله عليه وسلم إلى أحمد السيوي فيريا إذا كنت في عليه السلام إلى أحمد السيوي مركز لي هيو هذا القصة معناها عجيب بدن وحل لي هيو وحيابها كل عيدتك الصالحين تاه أنبياء إلهي هي السادات الأولياء وحيابها كل دعي نبكى قاري هيو وحو الدليل هيو توحيد كل دليل هيو المدة أسامة مركز رجع وقال إنه ما يكون في الدول شيخ أنس بن عثيمين ماشي أسمركم فسير ولا قصة ثانية هاي مركز قولك السعد هو حول فكر عليهم مع أنه هذا الشيء وكود يا أهي استوى علي ما هنك ما ترفات كهي سام مسكين ونريس اللي تعبان سوا استوى النبي محمد عليه السلام نبكى صبر ميوي سو أنبي إله اللي ميوي سو أنبي إله عليك الله قادم عزم جوية سو حرف ابن الجارسي من هو انبياء الله هو يا لو انا اللي بكم قوه يا او الى ركن شديد يقول النبي الله نوح عليه الصلاه والسلام ادي قد جيسنا يا لا عيشوني يمكن من كازو جيسنا يا هو روح ما وقبت لا يا هو مركب كل النبي ايوب عليه الصلاه والسلام كان سومان يا ايوب نادى رب سوكات كلمين مركب كل يا ايوب يمكن سوء الدليل ويا التوحيد كم عندنا حلقه وضاحه حتى ذاتك اخيارتها الصالحين تاي الله يملك كل انفسهم نفع ولا ضر في ريا بل انت معان وفير مع قفت وكل راح سنه تعيد توي ولله عظمه دي سستي ولله عابد وي ولله كل يصبر وي ورنبيد الهي حق وصي عليهم الصلاه والسلام ورنبيد مع علي حق يصي عليه الصلاه والسلام وي وحق وين الرعد وي هذا جعلش وين الرعد النبي عليه الصلاه والسلام وي بل فير كل نبي عليه الصلاه والسلام يا راي تدخل فريا الى الله عرب يا ففروا الى مكر بالله فروا الله بل هل كيف يا هل كيف تعاد المركه لقى هل يا دبكم قف كل دعاء يا فيريا الدعاء الكرب اما دعاء قف كل دعاء الكتب اهل الحديث كلهم دم قديم برسول هذه يا نبي اله يو يا ابا فلان اركميس لا اله الا الله العظيم الحليم لا يا حي يا قيوم رحمتك استغيث اللهم اني عبدك وابن عبدك يعني نبي عيسى حتى نكون اذكار نكون نفر يعني قف على قف كل بكل عساس يراهي الى سبحانه وتعالى بكف في يدي اول وكف في يدي اول فالاذكار تاع الصباح دي في راقنا يسوي كل قوه توعد ويا الى والله الى رب حفظ يا فالمده لازم تكبر العضو يا حتى في دعاء اللي اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله لا شريك له ربي اسالك خيرا ما في هذا اليوم وخير ما بعد واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد بريا قال له أيوه. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني الله خلقتني ثانيه في ما عاد كلام ابو طوي حتى النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم جعلنا هو وجعل كيساس ولا الايمان الهنا كبرنا جن فرز عن وكل ميوي شاق ويقول لي كون كان سوي مدعوي مدعوي مركز حنبر يا مركز سيد كله ربي لو عروي ربي لو عروي ربي لو عروي ساس
مركب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه كجر، مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، كم يدعوك الاخر صومه، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كل اياتك حديثك كل يقول ربنا مركب قف كسيد بكل عضو، اما انبياء هاتوا اما صالحين كلا هاتي ربنا 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 باللي حسن البر يوم بل هل ما ان كان نبي الهي ونبي كلا حتى بري لو كان فضل بني عليه الصلاه والسلام بل كانوا ابو بكر يا عمر يا خيارتي يا نبي الهي بري عليه الصلاه والسلام كان وي ايوه اسم بري وي لو كان فضل بن عيني رضي الله عنهم اجمعين وي مرك انبياء الهي عليهم الصلاه والسلام حل تعظيم يا جلالك يا وين الى الويني اولاد الهي او كو متقين توي اول بحال هذا الذين امنوا وكانوا يتقون وي وما كانوا اولياء ان اولياء المتقون وي هل وين يوي وين انت انا حكى حلك على صاروا الى يكون كان ابو ورتي يعني هلا كلا صاروا ساسوي الشيخ الشيخ محمد بلوغ مرق بلوغ مرام الله يرحمه وقت طلع ايش يا جاي يقول هذا كهر مرك انا عجل بكر يزري يقول هذا كهر با قلاب فسرها على قول قاري ابور بسرها على قول وابور مرك مرك لساري هي ما ملح مرك تبارك سوى مر ابو نش يقب يغمر حق حق وكلا باور كلا عادي مركاس بابوك انه قدموه انا غلا اصلا بال اذا غلب وكو سكتي مركاس انا لوحو كيرو شي عبد القادر هو يرو كاس ميت كلو حكير ورشي عبد القادر بشغله شغل يسمى ورشي عبد القادر روح كان شغل كمال ورلا هيو وربي انا عرف وربي انا ران نيك عون انت الله قال كبحشي ومرقيها تكلت هاجي ويجرب الواقع انا او لا اله الا الله ولد دي تنتهي ولد بعد 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 دي تنتهي نيك وقفك ابوك كريم نين مركه ماشي فدي با وحو راه مركه عقلي يسن وكل حظه وحو ورشيقها ورنينك كانوا هاد الدم او قال يعني هو الى يري هبو قالوا اركبوا يركن بك الدم بدل بوي او حنا اركب يقول مركه تيرادو الهي يا اولادنا ابو رداد تيرادو بحي كلهم الهي كده دايلين يا اولادها قدري كو اصابك كقدر لو انك مركز وانت ودا حوالي ده عام سعود برد كو اصور انت ودي ورد ده الشيخ هو ده اولادي بركه ورد طلعت كو هذا سفير ام اولادي ده توريا روحوا كو هذا فير انا ما تي ده نو الى كده وكده وعير حدان مركز الله يسنبي وان الله يسروفي وبين اللي احنا اللي شيخينها من كان باولي مديدي الى كده بريك يروي هذا اريد دي انا اريد دي ها الى يقول انا ابو ري ان كل يوم هذا دي دين اريد دي كل يوم سؤال ما هو عقلي فرنتيس سببت هدي اريد الى اله بان ابو ري دي دم داوي ومركز ان اريد ان اكفر قال معانا اريد الى ان كرامين احترام وينين الى يكون كان ابو ري ان كلا صار وي حقوق رب الله ان سيم آيات القرآن الكريم كان أخذنا القرآن الكريم كل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس كل منكم أدب يا رب الدجال لك قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم يا قرآن كسر ملك الدجال ما يسفير يا ولما أدبر صومر تجي ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا ربنا افرغ علينا صبرا إيه؟ وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ما قرأك سلامة ربنا 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 بلي مركه والقران الكريم كحديث كل حديث وهسوي اتكات مركه صور على غير فيريا السلام عليكم ورحمه السلام في هذا واتكوك بلاتي استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له نعمة وله فضل وله فضل حسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم الله ما نعلم ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كل جد لا 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 يدوي سهل سبحان الله سبحان الله والحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله دين دين توحيد وكل قد بويه هو توحيد بويه هل ما القرآن كان كفر مال إلى معنى عرب أهل ادعوني أستجيب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
فإن غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيب لو يؤمن بالعالم الدوي. إلهي ما مكهول لو قريب أهوج، وحديث وصيح مع الجيرية إلهي مركة مركة الله الله يمين. ما إله نقف قبار وكون وقيلنا ما إله نودك يدوي عز وجل. أنا عمي يسألونك مركة يسألون يسأل. قل أصور يسألونك عن الخمر وما يسرين، قل فيهما إثم كبير ويسمع عن المحيض، وهي قل هي قل فيهما إيه ويسمع عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء. هاي وحلا يسألونك لك حيث ما كنا بيرو، وإذا سألك عبادي عني حتى قل لهم في عرض فإني قريب أنا فركي رب عز وجل. والإله سبحانه وتعالى با إسكال أبو رتانك إسكال إسكاله عز وجل عبادة أسكاله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي هي ربكم الذي هي خلقكم والذين من قبلكم الأرض تغنوي. مركه انت وحنا نصومها ايتوني بل الى ماذا وي اي ماذا وي بكتاب كتاب الى ماذا كتاب كاسل من قبل هذا من كورتيز هذا وي او اثاره اما بقيه اي هراء اما مد على السوغوري او السو نقلي او ولو شاك شاكيستي او من كاسل من علم علم انا كان وي ان كنتم هداتين صادقين كورن شيخ يوي او الهي سبحانه وتعالى قص سكين لعبداي اي بنان تهوي. ومن كما اضل كلو متام بدوي ممن احد يا كلو متام بدوي كبعد من بدوي من دون الله فلا يستجيب له ولا يمكن. هذا هو واحد دواس السعودية لكن هيك اصلا كنت جنيا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.